بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً زي ما انت شايفين شو الخصوم هذولا، برج نار فلن، برج نار، برج نار من بيكا، برج نار أمير وميجا نايت 4.8. إيش هذا؟ إيش هذا؟ طبعاً هذه المباريات وغيرها من الأشياء خلاص اللي بتخليك خلاص خلاص يعني من جد تفكر. 4.8 ولد إيش هذا؟ من جد فعلاً الواحد يعني يفكر خلاص خلاص يترك هذه اللعبة وباللي فيها. الوساخة والقذارة كلها ما شفناها غير بهذه اللعبة، والقهر كله ما شفناها غير بهذه اللعبة. إيش هذا؟ لعبة صارت دائماً تقهر، دائماً تنرفز، نرفزة ما هي طبيعية، غير شيء مستوى من النرفزة غير طبيعي. إيش هذا؟ والله العظيم شيء مقرف ويقهر جدا. 4.8 خلصنا من برج النار، جانا خنزير، وبعد شوي بيجينا الأمير والميجا نايت. شيء غير طبيعي تلعب هذا، الآن يجيك ميجا نايت، شيء غير طبيعي غير طبيعي غير طبيعي، فعلا غير طبيعي. ف واحد ايش يسوي الآن؟ فجأة يلعب ساحر، وهذا اللي فوز، وهذه الهجمة اللي جابت له الفوز. حتى السياف ما يبغاه يضرب. والله العظيم لعبة مرض، لعبة تجيب لك المرض من جد. بالغصب بالغصب إلا يزعلونك، بالغبص بالغصب إلا يقهرونك، إلا يطفشونك. يعني زي ما شفتوا الآن كل خصومي إلا لازم، ما أدري إيش النظام هذا القذر بهذه اللعبة. لازم إذا لعبت بيكا لازم يجي لك برج نار. إيش هذا؟ يعني خلاص الناس خلاص ما راح نلعب بيك لا دام كذا، هذا نظامكم يا حيوانات. لعبة كلبة وكئيبة وخرا من جد خرا. الافضل واحد يتركها وخلاص، هذا احسن شيء يعني فعلا. شوف كيف خلصت اسنان الان، ما ادري ايش اسوي يعني. انا قاعد اهوجس افكر فيه، افكر باللي جاي. يعني زي ما تشايفين تلعب فيك على هذا، بيحط لك برج نار بعد شوي. ما ادري انا، هذه من المباريات اللي تقول ليتني لعبت ساحر كهرب، لانه فعلا مباراة ساحر كهرب. هذه يعني إذا أنا اعتزلت وتركت اللعبة هذه من المباريات، هذه أحد أسبابها. أربعة فاصلة ثمانية التشكيلة. والله شيء جدا مستفز، جدا مستفز. ما شاء الله الآن كلاننا صار نوعا ما أساطير يعني. ما شاء الله نوب أقوى واحد بالكلان اسمه نوب، ما شاء الله تبارك الله. فلازم تغير التسلا، ما أدري يعني الخصوم هذولا ما يغيرون تفكيرك تماما يعني. ما أدري، يغيرون برمجتك، يغيرون أساليبك.
شيء مو طبيعي والله. 4.8 برج نار، ميجا نايت، انت تلعب خنزير يجريك ميجا نايت. إلى اللقاء.